تحاولين إفساد الإثبات. أنا؟ هل أرحم الله أبو؟ طلعتوني مفسد أنا، أنا مصلح. وأخرب، أقولكم أخرب، وش في هذي ولد؟ فسقانة ذي يقولون. قبيلية، قبيلية، بنت قبيلي، بنت القبيلة. دردق دردق. ايوه ايش في ذا؟ عديمة الام. هلا يا كل، ما رايك اعثري على سريرك واحلمي بالفوز بالاثبات؟ فهذا اقرب ما ستصلين اليه. زعطها علي ذا القبيلي. كلب حيوان. دقيقه، تذكرت حاجه، الموسيقى لازم اقصرها يا جماعه الخير. كلب. هل هذا هو المهجع؟ ظننته المرحاض لما وجدتك واقفا هنا. وجودك هنا قصفت جبهته. كلب غير يضربني بعد. لا يلهي. حسنا، انظروا من جاء من البرية، المنبوذة عديمة الأم. كل تبن يا ورع. أرى أن لديك ندبات جراء الحجر الذي رميته، تلك الذكرى أقدرها. أحياناً تكون حقيراً يا باس. شكله ذلك حذف عليه حاصة قبل، تذكرون؟ شكله هو، عندي إحساس أنه هو. يود أطقه يا ولد. يود تتحدثين للغرباء. يود أخر يا ولد. يتقبلوك أيضاً صحيح؟ آخ يا قلبي. وترتدين ملابس مثل أفراد نورة؟ إن هذا لا يخدع أحداً. هكذا سيكون الأمر معك صحيح؟ هكذا الأمر مع الجميع يا منبوذة. لا يلهتلي هتلي وليس قلب الأم، وبالتأكيد لا تنتمين للإثبات. شاب ولا كلمة. أشفق عليك، سأفوز ينتابك الخوف. هو أصل خواف جبان. تشعر بهذا، تعرف أنك ستخسر. ستخسر يا جبان. تضررت طوال حياتي بالإثبات. لست خائفا منك، لست خائفا من أي شيء. حقا الواثق هادئ وأنت لا. أتعرفين؟ أتذكر إعطائك هذه الندبة، إنها ذكرى مجيدة. ياه، النظرة التي بدت عليك حين أسقطت الحجر من يدك. هو شفته. لا تذكر ذلك الجزء من القصة عندما تحكيه ها؟ وسمتك يومها لإظهار خزيك. ما فعلته هو أن جعلتني أقوى. انتظر، سأريك غدا. والله كفو بنت عن ألف رجال. هذا ممل، حان الوقت لينام باست. ستفاجئين غدا أيتها المنبوذة. باست الرخمة. أوه، هل ستغلق فمك؟ هذه مفاجأة. الرخمة الرخمة، شوف نزل راس. أنك رخامة ما أنت رجال، ولو أنك رجال بنت راح تهزمك. تشوف علمك شلون هينك إهانة يا شيخ. تحدثي لأفالة، تحدثي لأيرد. طقطق وياه شوي ولا نام. أبي أفضفض لأحد يا حي، أنا بفضفض. دقيقة. إنها تبدو جادة. هههه شفتوا كيف؟ قال إنها تبدو جادة، يعني يقصدني أنا. نوم. نوم سهود ومهود. أرقد يا ولد. إذن أول يوم في قلب الأم، ما رأيك؟ حس إني بنت قبيلة. لم يسبق لك النوم في كوخ نورا. ليس شخصيا، دائما تنام في البراري. خلني اقول اما اكره ذلك قوي يا ولد. شم جلسة شوية انا زي كذا. خلني اقول ليس سيئا. ان له سحرا خاصا. انه كمنزلك ان قبلت. هذه المشكلة، ستجدين مكانا هنا اعتقد. احظي بالراحة.
هذا ما يبين يفوز. هئس يا محاربون، تاهبوا. ابعادك عن هنا ماذا سيتطلب؟ شفت وصخ، ودي ادف يا شيخ. يبدو وكأنه جرازر. كان ايش اسوي؟ هذا الاحتكاك. يا الله يا الله، افا 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 افا. تعالوا تعالوا، هر هر. وش يطاردهم انا؟ يا ورع وقف، يا ورع ورع وقف وقف يا عار يا صغير، خذ وياها. شلته، ما كان اخذته من اول مره. اح هيا الهيس. تحطمت غنيمتك ايتها المنبوذه. قاصدها انت وياها الى اخرى قدامي شيخ. تعال دور لي واحد ثاني بسيطه. وينهم؟ تعال 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 تعال، انا بيك. خذها خذها غنيمتي. هيا الصوت شوي درر. يجب ان اسرع. يلا وين اروح؟ سارعه سارعه سارعه. دقيقه، اجمع واجد ولا خلاص؟ سارعة سارعة، في واحد سبقني. بسرعة 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 قبل يروحون يسحبون علي، بعدين يقولون منبوذة راحت، منبوذة هجت. سبق انا اخر واحد صح؟ راحوا. ستكونين الاخيرة، عليك ان ترحلي من هنا. سيفوز باستا او فالا وستصبحين محاربة عند انتهائك. أفا شلون طيب أفوز؟ غريب، هذا طريق قديم، لقد مات فيه اثنان وهو يكاد ينهار. اختصار يعني؟ المركز الأخير أفضل من الموت. لا أنا ما أبي المركز الأخير، بعدي والله. واو واو واو، بحق الأم العظيمة أجلين ستقتلين نفسك. أنا علي من أحد؟ شوف البنت شقردية. لن يصبح أسهل، تلك هذا الطريق جنون. وأنا قد الجنون ده. لا مجال سوى التقدم. توقفي هناك في وتصلك الثانية. من في المقدمة؟ هاي وين أروح؟ من هنا يا شيخ. اسبق الورعين. شارعة شارعة، هيا الآن هيا الآن بسرعة. أسرع، كيف تأخرا كيف تأخرا. أنا تحمست، أنا تحمست يا شيخ. على الطريق القديم. هل هي مجنونة؟ هي مجنونة يقولون. جيد، أنا أتقدم. سارعة. المنبوذة تلحق بنا. المنبوذة على وجهها طاحت. على الطريق. هي مجنونة؟ لا ليست مجنونة، بل عاقلة وصاحية وأحسن منكم. أنا أتقدم. أي تتقدمين رايحين، بس قبل شوي طحتي ترى. تلحق بنا. سارعة. وصلت إلى هناك. من وين رحت؟ نزل يا اسفل بسرعة. امشي ذي. نجح ما شاء الله. بسرعة بأقوى ما لديك. يلا 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 بسرعة، اسبقهم اسبقهم بسرعة يا منبوذة. تخيل كذا جالس اسب انا. تدربت طوال حياتي لأجل هذا، فسأصير قبيلية غصبا عنكم. ولكن كانت لدي البريد. لا يا قبيلية لا، يميني شوية قبيلية. طاحت. تكفين لا تطيحين، تكفين لا تفضحين. شوف 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 شوف، تشوفون فوق؟ شوف القرود فوق. أنا أوريك قرد أنت وياه. سرعة سرعة سرعة، بأقوى ما لديك بأقوى ما لديك، لقد صبرتيها. تدربت طوال حياتي لأجل هذا. تدربتي طوال حياتك، يعني مو من الآن، من زمان يعني. يا الله يا الله، كوني مثالية كوني مثالية. مثالية مو مثالية، وش مثالية ذي؟
والله الدبل جابوا كلبي شيخ. بعد التدقيق والتمحيص طلعت ابو كلب. هيا هيا يمكنك هذا. هيا هيا صارت رجال. يهزمونني الان. سارعة قابلهم. ريحنا انت وياه. قبيلية بنت قبيلية. اول. انها لم تفز. لقد غشت المنبوذة. كل تبن. منبوذة فازت بالإثبات؟ عشان تعرف يا باست. محال. شنو محال؟ لقد صارت محاربتنا الآن. ها؟ لقد نجحت. الحمد لله يعني. مثلكم جميعا طالما تضعين غنيمتك على الضريح. محاربة من محاربات نورا. إنها إيلوي. من كانت يوما منبوذة. والآن محال. لحد يقول منبوذة. فوقت عليكم. أوح. شكلها الكلب ذاك. لا والله ليكون كارجا. كارجا صح؟ شكلهم كارجا. ما بقى لنا هون حتى يصل البقية. قائد طائفي. أنا أوريك الطائفية. أعلمك الحين الطائفية شيء. هذا هو المخرج. لن نمسح تحت القصر. حرام ماتوا. أهم شيء اللي صرت قبيلي. وسأجد زاوية إطلاق. يلا باست باقي. أنا معكم. بدري. الآن. قبل شوي كنت ضدي يا كلب. يا الله. يا الله. يا أحح. كثيرون جدا. لن نفوز. يا سبحان الله. يعني لوني منبوذ كم حد جاني. أحح. دعنا. لقد أخطأ. لا يمكن منعهم. صبر دقيقة. الأم العظيمة. اقتلوهم. صبر صبر دقيقة دقيقة. أنا أوريكم. اقتلوا الغزاة. أنا أوريكم يا الهيوس. لا يمكن إيقافهم. بس ولا حركة ما مات. دقيقة. اقتلوا المنتهكين. منتهك أنت وياه. فاضي أنا صح؟ شو بطلعنا من جماعة الخير؟ كثيرون جدا. لن نفوز. هذه نهاية. أحح. والله طقني. لا يمكن منعهم. الأم العظيمة. خذها على خصرك يا كلب. عطني وياك. كل المنتهكين. إنهم أخويا. لا يمكن إيقافهم. فلا حركة يا هيس. لا يمكن للشمس إنقاذك الآن. يمكن. من اللي يطق؟ في أحد يطق؟ بسرعة إلى السلك المنزلق. شو قام يشتر علي ذا؟ أعوذ بالله من غضب الله. اقتلوهم بلا شهود بلا ناجين. ما يبون أي أحد منا يعني يبقى حتى يروي القصة للباقي القبائل. ساعدوني يا إخوتي. يلا. لا المزيد يتقدمون. أحيا كلب الليل. والله لو أوريكم يا السملك. كثيرون جدا. كثيرون نقللهم ما عليك. كم عددهم؟ خذ خذ.
يمكن منعهم. وينهم وينهم؟ اقتلوهم. ورا. لا يمكنهم رؤيته. صبر دقيقة. بس بس بس. إنهم أقوياء. لا يمكن إيقافهم. اقتلوا المنتهكين. لا لا كذا كذا تركيز تركيز. أنا أوريك يا الهيس دقيقة. كثيرون جدا. لن نفوز. شوف القماط ذا. حركة يا هيس. يايك يايك انت وياه يايك. يعني يعني انا اوريكم. خلاص هي خاربة خاربة. خلينا نعميها. يا كلب ولا ده شو تسوي؟ ها لا يا حمار. لا يمكن منعه. راح لهلك انت وياه. خافوا منه اكيد خافوا. قالوا البنت اللي معهم دي قويه. باست يقول ما نقدر نفوز. انزلوا والفرصه سانحه. صبر بصب شاي وشي مشي الشاي الشاي ثم الشاي ثم الشاي. هذا نوي. اوف 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 سلاح رشاش. تا 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 تا. والله الوهقة. اح لا ومات الخبل ذا. فلتموت الصهباء الان. الصهباء انا طبعا جميعا. والله لو اوريك يا شيخ. وربي مو رجال. وربي يا شيخ. خلاص خلاص دقيقة. يا كلب. يا كلب. فش ولا كلمة. أنا أوريك. خذ 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 خذها. والله لأجلب الموت عليكم. جلبت الموت عليهم. حرام ربعي احبتي قبيلتي ماتوا خلاص. معجوز زي حق ايش اسمه ذاك الهطف. لا تقول هذاك ضدنا. بس بس عرفت الموضوع. انا عرفت الحكاية. ها هذا زنطني كذا. زرني زرة مي بصاحية. لا 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 لا. ولي وجهك للشمس يا صغيرة. قتلني ولا كفو كفو. ربي ما يتخلى عني روست. لا 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 لا. شقيت الفانيلة؟ شقيت الفانيلة؟ الحين أنا بفزع لك يا روس لا تخاف. هو جرحني صح؟ كان ذكاني ولد. إيه يا روست؟ شقيت الفانيلة؟
تزحر بسرعة. لا نحرني، هو نحرني نص نحرة يعني، ما هو نحرة كاملة. لا لا روست، لا لا كل شيء راح. كل شيء ثم مهمتك تحت أمري. ألا يا الحمير، ألا يا الهيوس، صحيح أن الهيوس هيوس. أحرق كل شيء، أحرق كل شيء، أنا أوريك روست. هذا رأس المال دوب الحين. دوب نحرني نص نحر يعني، خدش بسيط. غطيني 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 على الانفجار، تخيل غطيني على الانفجار. إلهي عيشي عيشي. يا الله قصة حزينة مرة يا جماعة الخير. قاطني عشان ما يجيني الانفجار. يا حرام قلبي مات، بقيت انا. لا المفروض هذه تكون مقدمة اللعبة، حزينة مرة صراحة. والله حرام يا شيخ، والله ما كان يستاهل يعني. صحيح انه منبوذ بس عن ألف قبيلي. قامت تتذكر الماضي وذكريات الحزينة. يلا لا يوفقهم، قولوا آمين. إنها تموت تيرزا. لحقوا علي أنا قبيلية، لحقوا علي. أوف إن أختالي هناك كفر، يجب أن تكون قرب أمها. كفر؟ وش اللي كفر؟ أنا أوريه، شفتوا القبيلة ذيك أنا أوريه، أنا ضدها. ايش يا بعيني؟ انا اوريك هذا، شفتوا ذا؟ انا اوريك فيه، يذكرني في الزعيم اللي في انشارتد 2، نسيته، نفسه صلعان ونفسه شري. ايش في هذي؟ ايش في هذي؟ واللبس وينه؟ والدرع وينه؟ لا 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 لا، تحس انه كابوس. علي الخروج من هنا. وينه حقتها ذي؟ الجهاز المصلاط وينه؟ تضحك ذي ولا؟ احتاج مصلاطي. لا ليه؟ ما تدري تضحك ولا تبكي، ما تدري ولا تتألم، ما تدري. الإثبات لابد وأنهم وجدوني قبل أن أنزف حتى الموت. سبحان الله. لكن شوف جرعات عندي غير. هنا. أين أنا؟ وشو ذا؟ ابحث عن مصلاطك. وشو ذا؟ شوف يا ولد القائمة غير متعان، هذه الجرعات يعني، هذه غير هذه. طيب طيب ما معي لا سلاح ولا شيء. يلا مصلاطي حقي ماقي، حقي ماقي، دور لازم القاه. حق حق الحق ما ينزعل منه ترى. ملابسي جيد، لكن اين مصلاطي؟ اهم شيء المصلاط هنا. حسنا لبسي مصلاطها ازرق. هل أنا داخل جبل مقدس؟ لكن لا يسمح بالدخول إلا للجدات. جدات؟ معقولة صرنا جدات؟ لا أرى قوسي هنا، أو ذلك المصلاط المعطل الذي أخذته من ذلك القاتل. قاتل أين هما؟ لا نعلم حتى الآن، دعينا نستكشف ذلك بأنفسنا. يقولون استوديو نوتي دوغ منبهر من تصاميم الجرافيكس. يجب أن أواصل البحث. حلوة حلوة، بس مو لدرجة أنكم تنبهرون يعني، أنتوا الجرافيكس كله يا شيخ. دقيقة
يجيبونه وسط. أجده هنا. يلا يا قلبي ندوره هنا يعني مثلا هو هنا مشكلة هنا. مش فتحنا الباب. فتش البوابة. التقط إشارة من نوع ما. فتش البوابة. تلتقطين إشارة. الله يستر هنا إيش فيه. تبدو مثل الأنقاض التي سقطت فيها وأنا صغيرة. والله نفس اللي قبل. نورا هذا المكان بل بناه القدامى. لكن لماذا؟ لا نعلم حتى الآن. شو الدعوسة وش ذا؟ يا ربي قولي زي لارا. شوف يا ولد شنو هذا؟ إنها خلية طاقة. ترى ما فائدتها؟ هذا الباب المسكر. طافي الجهاز ذا. تعرف الورع لو طاح له في حاجة قام يلمسها شوي زي كذا. واخرا أنا جيت دخلت الباب ذا المسكر شلون؟ طيب نشوف هنا ايش فيه؟ هناك مع باقي أشيائي. أين أشيائي؟ أشياء إيه يا عم أنت؟ حزل الأم. معداتي. أنا ذا الحق حق ما ينزعل منه. لبسي هندامي أغراضي كل شيء. وبعدها أثر لزملائي وروست على قائمة هؤلاء الزملاء. رفيق دربي هذا قوس. تخيل عندك جهاز زي كذا. ماذا يمكن أن تريني؟ والله تخيل عندك جهاز زي كذا. أوف أوف. كأنهم أعداء أعداء. لو عندي جهاز زي كذا يعني مو الفل يا شيخ. إلى كل القادة ألقفوا التنقيب وانطلقوا على الفور إلى مكان المهمة. تجنبوا كل صلة معها مجنورة. لكن إن تمت رؤيتكم فاقتلوا كل شاهد. تم إرفاق صورة الهدف. لا تفشلوا. وش الهدف؟ ألا يا الهيوس أنا أوريك. من قال إنني كانورا؟ لقد رأوني عبر مصلات أولين. كيف يمكن هذا؟ أولين هو اللي محهم. إذن أسرعوا سأدخل. قف لمسح الهوية. عليكم الكف عن الإنصات إلى تاد والإنصات إلي. ومتى؟ حق تحمي البيانات. أنت أمي. أمه. لكن لماذا شبه بيننا يدفعهم لقتلي؟ ما يدري. أمر محير جدا. إيه هوي أنت مستيقظة. من وياينا هالحزة. بسرعة عليك اتباعي. حجية تيرزا. إلى حيث ولدت. بتوديني عند أمي. أتقولين إنني ولدت هنا داخل الجبل؟ الأسهل أن أريك. واخري حجية. لماذا أحضرتني إلى هنا؟ بدأ أنك تحتضرين. والموت بالقرب من الأم أمر مقدس. اعترضت لانزا بالطبع ولكن جيزا ساندتني. حجية وين بتودينا؟ هل أمي هنا؟ أمي. هل سأقابلها؟ ماما. من فضلك اتبعيني فحسب. وريني ماما. هل أمي تشبهني ولكن بشعر قصير؟ بشعر قصير؟ لا أرى كيف يمكن ذلك. لم تولدي لامرأة يا إيلوي. الجبل هو أمك. ها؟ أنا ماذا؟ جبل أمي؟ عما تتكلمين؟ تعالي. لقوني تحت الجبل شكلهم مصدقون. لقوني تحت الجبل طايح قالوا هذا ها؟
هل جب الولد هذا؟ لا عاد مو كذا يا جماعة الخير. ايش حقه يا جماعة التخريف هذه؟ ما هذا المكان؟ انت ولد من؟ انا ولد الشجرة. وانت؟ انا ولد الضلع اللي هناك. حيث قتلت الام العظيمة الشيطان المعدني. شيطان معدني؟ ولدتك. ولدتك؟ ولدتك؟ مذبحة الإثبات كانت إحدى كوارث كثيرة. السرية التي أرسلناها في أثر القتلة أوقع بها وذبحت. ما علاقة ذلك بمكان مولدي؟ إن أملي هو كل شيء هنا حيث وجدناك. حلفي. سمعنا صرخاتك، تحرينا فوجدناك. فقط مستلقية؟ أجل. وين أمي طيب؟ هل أتيت من خلف الباب؟ دوما بيب. كان هذا اعتقادي أنك جئت من رحم الجبل، هدية من الأم العظيمة. بلا تخريف. لكن الآخرين مثل لاندرا خشوا أن قوى مظلمة أحضرتك، ليس كهدية بل كلعنة. لكن هذه ليست ملهمة. إيلوي. إنه باب. بيب. يوجد أشخاص خلفه. أمي. شو يا حجية تيرزا؟ ماذا أنت فاعلة؟ قف لمسح الهوية. الملهمة تتحدث. إنها كالمرأة التي رأيتها. هي هذه حمض النووي. سجل ألفا فاسد، لم يتم التعرف على الهوية، الدخول مرفوض. لا لست قبلية. رجاء دنتها بتوى. يا أخي تسريحة شعرها عجيبة. ما يجي قبل شوي أمها ولا لا؟ الأم حدثتك كما لو تعرفك. ألم تسمعي هذا؟ لم تتعرف علي. سلك لها الحجية. بسبب الفساد. فساد. إنها كلمات ملهمة. أكيد إن عالجت هذا الفساد ستراك بوضوح. أوه. عالج الفساد. كيف أفعل ذلك؟ قلت رأيت رؤيا لامرأة بشعر قصير. جاء القتلة لأجلي. لأنني أشبهها. لديهم قوة غامرة. ألا يوجد أثر آخر؟ أولين كان من الغرباء ليلة قبل الإثبات. رآني القتلة عبر عينيه. يعيش بمريديان. عليك مغادرة الأرض المقدسة. كنت منبوذة طوال حياتي، فلما لا أنفى أيضا؟ هناك طريقة أخرى، تعالي وسنقوم بهذا. طيب أولين ما روح له ولا لا؟ بروح لأولين. إن القبيلة على وشك الفناء. ماذا حدث؟ القبائل. مجزرة في الإثبات. تم إرسال فرقة حرب عظيمة خلف القتلة. نجا أقل من النصف. حجية تيرزا. كيف هزمت فرقة الحرب؟ لا يقاتل القتلة وحدهم، يسيطرون على الروبوتات. سبحان الله. قتلوها وأصابوها بالجنون. هرب القتلة إذن؟ هذه وين راحت؟ سحبت عليها؟ وكأنها لا تريدنا أن نساعد أنفسنا. سبحان الله. إذن ما خطتك؟ هذا درر صح يطلع صوت كذا. لأريك أين ولدت وأطلقك لتتبع المصير الذي أرادته لك الأم العظيمة. يلا يلا مشي وراء الكذاب لباب بيته. الجدات الزعمات الأخريات في انتظارنا، دعيني أتكلم. مفروض كذا ترى منطقيا أني أمشي جنبها ويتسولف، مو أتعداها وروح أسبقها. لا كذا غلط. خلى على الأقل اللعبة تكون مقنعة يعني، عشان ما تقولون الألعاب ما هي صدقية. الألعاب صدقية يعني. تم الأمر. أجل. أريتها. أريتها؟ أريتها. حدثت إلي وطلبت علاج الفساد.
في فساد عندنا. كيف يمكنها فعل ذلك؟ عليها الارتحال وراء أرضنا المقدسة. باحثة؟ الملهمة تكلمت، لابد من هذا. أتطلقين لقب باحثة على هذا الشيء؟ أختاه، لمرة يا لاندرا انضمي لنا. ستكون خطيئتك وليست خطيئتي. أرسليها للبحث وقد لا نراها مرة أخرى. إيلوي، بنعمة الملهمة المباركة نعلنك الآن باحثة لقبيلة نورا. قبيلية 100% باركوني الأمهات. حاجز عن مهمتك المقدسة. أعطولي طيب شعار شيء لو أجي. تحملك الأم العظيمة وتدعمك. كوني صادقة. حطولي طيب وسم شيء. مفروض صح؟ سأستعد للترنيم. ولا بطاقة أحوال ولا والله يا ولد. شلون بيعرفون إني قبيلية؟ ولا لازم يعلنوني على جبل مثلا يقول مالنا كلها معك. شكرا صامويل جاكسون. تيرسا، ما الباحثة؟ باحثة قبيلية. وها هي علامتك. وينها؟ في أوقات الحاجة يمكن للزعيمات تعيين باحث محارب شجاع يرسل لهدف عظيم. سبحان الله. ولا يهم أين يذهب لتحقيقه. يا الله، حتى وراء حدود الأرض المقدسة؟ أجل، ومع حق الرجوع عندما تنتهين أو حسب الحاجة. طيب شو يقول باحثون آخرون؟ يمكنني الذهاب إلى أي مكان؟ ماذا يمكنني أيضا؟ القتلة يجب علينا أذهب. خلينا نستفسر نطقطق كذا. إذن سأذهب لأي مكان بلا قيود؟ حتى إلى الأماكن المحرمة كالأراضي البعيدة عن مجال الأم العظيمة أو أنقاض عصر. يعني زي جواز سفر كذا. فهمت. لما الأرض وراء إقليم نورا أرض ملوثة؟ ليه؟ أليس واضحا؟ أرضنا مقدسة، نحن نعيش في مرأة الملهمة الأم العظيمة، مصدر الحياة. بلا خرافات. وراء مجالها هناك أرض واسعة ملوثة روحيا. يا الله. لذا فالقانون يحظر المغادرة، ولكن المباركة ستحميك. يعني أرض، يعني أرض حروب زي ما تقولون. طيب خلونا نقول عصر الحديد. ما ليست أنقاض عصر الحديد محظورة. أماكن شقاء يا إيلوي، مظلمة وشريرة كأبناء المعدن الذين بنوها. عندما ثاروا على الأم العظيمة غضبها دك مدنهم، لكن لم يطهر خطاياهم. ضغينتهم تجوب هذه الأنقاض لإسقاط أي أحمق يدخلها. أنا كنت في أنقاض بدت مشابهة لبطن الأم العظيمة. هذا غير ممكن. بالضبط. اللي لقيت فيها هذه. هذا يفوق قدرتي على الاستيعاب. سأثق بك لكشف الحقيقة إن شاء الله. طيب باحثون آخرون؟ هناك باحثون آخرون؟ غيري طبعا. أجل، لكن نادرون، ولم نعرف شيئا عن أغلب من خرجوا. هل كان روست باحثا؟ كلا، ليس باحثا. منبوذا. ماذا تخبئين عني؟ هذا ليس الوقت المناسب، ربما في وقت آخر. طيب شغول أقول روست؟ ماذا حدث لجسد روست؟ أخشى لم يبقى سوى القليل لاستعادته. حرام. كان هناك، قد قمنا بدفنه حيث رباك بزهور على القبر. شكرا. والله شكرا، الله يخليكم. لقد عانى الكثيرون، أهناك ما أفعله للمساعدة؟ إن الأهم لك هو أن تحقق الهدف الذي انتوته الأم العظيمة، علاج الفساد. لم أعرف ماذا يعني ذلك مثلك تماما. عليك أن تكتشفي، لكن إن شعرت بأن جزءا من هدفك هو مساعدة القبيلة فلا تترددي. ستجدين من يحتاجون المساعدة على امتداد البوتقة. طيب والقتلة؟ قلت إن نورا أرسلت فرقة حرب خلف القتلة؟ أجل، لكنها تعرضت لكمين واجتيحت، نجا القليل. يعني لقتلونا صار، وأغلبهم كانوا جرحى. يا حرام. تعرفين أين ذهب القتلة؟ ما راح أقتلهم. اسألي فارل،
أحد حراس بوابات البوتقة وقد نجا من الكمين وهو أعلم. أي بارل ده بروحنا إن شاء الله. يلا خلاص خلني أقول يجب أن أذهب من هنا. يجب أن تذهبي لبوابات البوتقة، تحدثي لفارل وسيوجهك إلى ميريديان. إن حاول أي فرد من نور اعتراضك احرصي على أن يعرف أنك باحثة. سأفعل. شكرا ديرسا. ما سوى لي وسم على المساعدة. فلتباركك الأم العظيمة وترعاك. أخاف الحين أروح بعدين يقول منبوذة ما... سنبدأ قريبا. طيب لا دقيقة. عطا سنتوسل الرحمة عن الخطايا التي سببت مثل هذه.